الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. شيخنا، في هل ميسر الإنسان أن يذبح بيده أولى أم التوكيل أولى؟ وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بعد صلاة الفجر في يوم العيد أم لم يثبت؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن تولي العبادة بنفس أن العبد مكلف بتولي العبادة بنفسه، فالأفضل أن تقوم أنت بالعبادة التي كلفت بها، فليس من المشروع أن يوكل الإنسان من يقوم بها ما دام هو قادر على أن يقوم بها، لكن في الذبح يجوز الوكالة لغير العارف بالذبح أو لمن ثقل عليه الذبح. ولذلك كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل تولى ذبح 63 بدنة منها، يطعنها في ينحرها في لبتها، ثم أعطى عليا بعد ذلك فنحر ما بقي، يعني 63 بدنة بيده. لم يستوفي هذا العدد إلا لمحبته صلى الله عليه وسلم أن يتقرب إلى ربه بإهراقة الدم هو بنفسه، فإن هذا من أعظم ما يعبد الله عز وجل به، كما قال: فصلي لربك وانحر. فكون العبد هو الذي يتولى هذه العبادة بنفسه هذا أفضل، لكن ليس معنى هذا أنه لا يجوز أن يوكل غيره، فيجوز التوكيل في حالة ما إذا عجز الإنسان أو كان غير عارف بطريق الذبح. وأما قولك السؤال الثاني ما هو؟ نعم قصدك يوم العيد. السنة إذا صلى الإنسان الفجر في يوم النحر أن يذهب إلى المشعر الحرام الذي هو المزدلفة، وإن وافق ذهابه إلى قرب المسجد الآن أو يدعو الله عز وجل في المسجد فهذا من السنة. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلى الصبح في أول وقتها، ثم ذهب إلى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وهلله، فلم يزل واقفا يدعو حتى أسفر جدا، ثم نفر قبل أن تطلع الشمس إلى آخر الحديث. فهذا من السنة التي قد تكاد أيضا أن ينساها الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بالنسبة للحج المنفرد، هل من السنة الأفضل له أن يسعى سعي الحج مع طواف القدوم أم يؤخره مع طواف الإفاضة؟ الأفضل له أن يفعل كما فعل المفردون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكون سعي الحج بعد طواف القدوم مباشرة. فالقارن والمفرد إذا طاف طواف القدوم فالأفضل لهما أن يقدم سعي الحج بعد هذا الطواف مباشرة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما طاف طواف القدوم سعى سعي الحج، ويوم النحر لم يطف إلا طوافا واحدا ولم يعد للسعي، لأنه قد قدم سعيه بعد طواف القدوم. هذا إذا تيسر له اتباعا للسنة، وإذا لم يتيسر له وأخره إلى حين آخر فلا بأس ولا حرج عليه إن شاء الله، والله أعلم. شيخنا أصلا لكم سؤال، يقول السؤال الأول: هل لبس النعل أو الصلاة في النعل سنة أم جائز؟ السؤال الثاني شيخنا الحمد لله، بل الصلاة في النعل من السنن، فيستحب للإنسان أن يصلي تارة في نعليه إذا كان في مكان لا يفضي إلى فساده. ولا أرى أن من الحكمة ولا من الحصافة ولا من العقل أن يدخل الإنسان ويتخبط فرشاة المساجد الآن بنعليه، لأنه سوف يكون مثارا للنزاع والخصومة. لكن فيما لو صلى في بيته نافلة أو فريضة فائتة لعذر فيصلي في نعليه، أو فيما لو صلى في مسجد طريق، أو فيما لو صلى هو في البرية، فمتى ما سنحت له فرصة الصلاة في نعليه في حال لا يقابلها مفسدة أعظم من تلك المصلحة التي نرجوها بالصلاة فيها، فحينئذ هذا هو المشروع. فإن قلت وما برهانك على هذا، أقول: الأدلة في ذلك كثيرة، منها مثلا ما في الصحيحين من حديث أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. وعند أبي داود بإسناد صحيح من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود لا صلوا في نعالكم، فإن اليهود لا تصلي في نعالها ولا في خفافها. والمشروع لمن أراد أن يصلي في نعليه أن يقلب نعليه، فإن رأى فيهما أذى أو قذرا فليمسحهما بالتراب وليصلي فيهما، لما روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم للمسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى فيهما أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح لغيره من حديث أبي هريرة
رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فإن التراب لهما طهور. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما في نعليه فصلى الصحابة كلهم في نعالهم، فهذا أمر مشهور عندهم، وهي من السنن التي ينبغي الأخذ بها في حال لا يقابل تطبيقها مفسدة أرجح منها، والله أعلم. سؤال الثاني شيخنا أحسن لكم من سؤال يقول: بالنسبة للزلازل والبراكين، أنتم تقولون يعني كان المسلمين يعني يقولون أن هذه بلاء من الله وابتلاء من المصاب الذنوب والمعاصي، والطبع فما يعني ذنب البهائم والصغار، فكيف نرد عليهم؟ عليكم السلام ورحمة الله. عليكم رجاء. الحمد لله رب العالمين. هذه الظواهر لها تفسيران، تفسير كوني وتفسير شرعي، ولا يتعارض التفسير الشرعي مع التفسير الكوني. فأصحاب المعرفة بالأرض وطبقاتها عندهم تفسيراتهم الخاصة بهم، وأصحاب الشرع عندهم التفسيرات الخاصة بهم. فلا يجوز لأصحاب التفسيرات الكونية أن يعارضوا بتفسيراتهم تفسيرات علماء الشرع، ولا حق لعلماء أهل الشرع أن يعارضوا بتفسيراتهم مكتشفات أصحاب الكون. كظاهرة الكسوف والخسوف لها تفسير كوني، ولكن لها في نفس الوقت تفسير شرعي. والبراكين والفيضانات والأعاصير المدمرة والزلازل المدمرة أيضا، هذه لها تفسيرات عند أهل الفلك، عفوا عند أهل الجيولوجيا، ولكن أيضا لها تفسيرات في نفس الوقت عند أهل الشرع. يعني مثلا من تفسيرات أهل الشرع للزلازل وكثرتها أنها دليل على قرب قيام الساعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يشرب الخمر إلى أن قال وتكثر الزلازل. واضح ولا لا؟ فالمشكلة أن يتسلط أصحاب التفسيرات الكونية على التفسيرات الشرعية، أو أن يرفض أصحاب التفسيرات الشرعية التفسيرات الكونية، فهذا خطأ محض. فهؤلاء على تفسيراتهم وهؤلاء على تفسيراتهم. فمن جملة التفسيرات الشرعية أن هذه الظواهر المدمرة التي تعصف بالأرواح والممتلكات وتدمر البلاد وتهلك الحرث والنسل، أنها من جملة الفساد والمعاصي، أثر من آثار الذنوب والمعاصي، بدليل قول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وأما قول القائل: فما ذنب من لم يعصي؟ فنقول: هذا من شؤم المعصية، هذا من شؤم المعصية، فإنها تعم الصالح والطالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت: يا رسول الله، أنهلك وإيه؟ فينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. قال: نعم إذا كثر الخبث. فإذا ليس شؤم المعصية مقتصرا على صاحبه فتنزل عليه اللعنة أو تنزل عليه الصاعقة تدمر رأسه وتهلكه وجيرانه في سلامة، لا، بل هذا يعم، لا سيما إذا كان المنكر قد عم فعله في البلد وقل من ينكره. فإن الناس إذا رأوا المنكر وأقروه ولم ينكروه فيوشك أن يعمهم الله عز وجل بعذاب. أولم تسمع إلى قول الله عز وجل: واتقوا فتنة إيش؟ لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي شؤمها وهلاكها ليس مقصورا على الذين باشروا الظلم. أين أنت من قول الله عز وجل: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا إلى آخر الآية. فابن عباس سئل عن الذين لم يفعلوا، لم ينهوا ولكن لم يفعلوا، لأن القوم منهم من فعل ومنهم من نهى ومنهم من لم يفعل ولم ينهى. فالله عز وجل ذكر نجاة طائفة وهلاك طائفة وبقيت طائفة، فذكر أن الذين فعلوا هلكوا والذين نهوا نجوا، لكن بقي من لم يفعل ولم ينهى. قال ابن عباس: يهلكون ويبعثون يوم القيامة على نياته. أين أنت مما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها؟ وأنا لا أريد الإطالة، لكن حتى أبين لك أن المصيبة ليست آثارها مقصورة على صاحبها فقط. أين أنت مما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها؟ قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة: يا رسول الله، وكيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم.
وأما قوله يهلك الله عز وجل الدواب، فإن الله عز وجل إنما يهلكها تعذيبا بها لا لها، إنما يهلك الله عز وجل هذه البهائم تبعا لأصحاب المعاصي تعذيبا بها لا لها، يعني بمعنى عقابا لهم، إذ لا يجدون بعد ذلك ماشية يأكلونها ولا طعاما يطعمونه. أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة إن الشمس والقمر ثوران مكوران في جهنم؟ فيسأل سائل يقول كيف يدخل الشمس والقمر جهنم ولم يفعلوا شيئا؟ قال إنما أدخلهما ليعذب بهما لا ليعذبهما، فهم كالسلاسل التي في جهنم. هل السلاسل في جهنم تعذب هي أو يعذب بها؟ فإذا الله عز وجل إن قدر إهلاك البهائم والحرث والنسل والثمار والزروع فإنما يقدرها للتعذيب بها، فيجعلها آلة من آلات التعذيب، فهو يعاقب بها لا لها، والله أعلم. نسأل الله عليكم. أحسن الله عليكم. مثال يقول بالنسبة لاضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنة الفجر، هل من المشروع أن تكون في المسجد إذا كان بعيدا عن الناس أم أنها مخصوصة بمكان معين؟ الحمد لله، بل من المشروع أن يفعلها الإنسان حتى وإن كان في المسجد إذا كان في مكان لا تسقط مروءته إذا اضطجع، كأن يكون إماما له غرفة مخصصة أو أن يكون في زاوية من زوايا المسجد بعيدا عن المأمومين، فإذا اضطجع لم يره أحد ولم تسقط مروءته ولم تذهب هيبته بهذا الاضطجاع بين الناس أو بين صفوف المسلمين، فهذه سنة تحصل المصلحة بفعلها في حال لا تقابلها مفسدة. فيضطجع الإنسان إذا كان في مكان بعيد عن هؤلاء في مكان لا تسقط مروءته فيما لو اضطجع كما مثلت لك، والله أعلم. أقول شيخنا أحسن لكم مثال يقول من له شقة مستقلة في بيت والده، هل عليه أضحي عين بأن كهربنا واحد وماءنا واحد لكن فيه استقلالية في شقتي في مخرج ومطبخة في مكان آخر، وهل هناك شيخ ضابط في هذه المسألة؟ الحمد لله، إذا كان مدخلهم ومخرجهم واحدا فهم في بيت واحد حتى وإن اختلف مكان مبيتهم إذا كان يجمعهم سكن واحد، وأما إذا كان مدخلهم ومخرجهم واحدا عفوا مختلفا وصحن طعامهم مختلف فهؤلاء لكل طائفة منهم حكمهم. ثم أنا أستغرب من هذه الأسئلة كأنها تنبئ عن إرادة الفرار من الأضحية، فالأضحية غنم وليست بغرم، الأضحية ولله الحمد غنم وليست بغرم، فإن حصلت ففيها مغنم وإن فاتت فليس في فواتها مغرم، فلا داعي إلى كثرة طرح مثل هذه الأسئلة هل أدخل معه أو لا أدخل، كأنه يريد فتية تخلصه من هذا الأمر لأنه يرى أنها غرم. فنقول إذا كان صحن طعامهم واحدا ومبيتهم واحدا ومدخلهم ومخرجهم واحدا فهؤلاء لهم حكم واحد، وأما إذا اختلفوا في ذلك فلكل حكمه، إلا إذا أراد أبوه أن يدخله معه فلا بد في إدخاله من نية خاصة وتنصيص خاص، والله أعلم.